سفيان بن حميدة، قراءتك في موقف التكتل اليوم؟ نتصور أنه التكتل اللي يحب يعاود يرجع باش ياخذ موقعه في الوسط اليسار، وهو موقع طبيعي اللي للأسف فقدوا في دخوله للترويكا، اللي قرب أكثر معناها للحليف حركة النهضة، والإيدنتيتي متاعه ولات في بعض الأوقات غير واضحة. هذا الشيء اللي خلاه يفقد بعض القيادات داخله ساعة، يفقد العديد من قواعده ويفقد العديد من أنصاره. دونك هي محاولة لاسترجاع موقع، لاسترجاع قواعده، والتحضير للاستحقاقات المقبلة اللي كحزب سياسي ماذا به ما يخسرش الشيء اللي عنده. الفيراج، لكن الفيراج ما صارش اليوم. الفيراج هو بدأ معناها فيراج واسع بدأ ياخذ فيه التكتل من مدة، نوتامون من وقت المقترح الاتحاد العام التونسي للشغل ومشاركته في مؤتمر الحوار الوطني. سيتا فيراج لارج اللي بدأ ياخذ فيه جات عملية اغتيال الشهيد زعيم شكري بالعيد، وكانت نقطة فارقة اللي سرعت هذا التحول.